رسمي عبر تصريح التلفزيون أن وزير الخارجية الجزائر عبد القادر مساهل تلقى اتصال من نظيره الليبي، ولكن ألا يبدو غريبا أن يتلقى اتصال من نظيره الليبي أصلا الذي لا يعترف بحفتر؟ بالضبط، وحفتر يسب حكومة طرابلس يوميا. لو كنت في الجزائر وكان لدي القرار كنت أقول لحفتر سأبعث لك كتيبة واحدة لتأخذك من أذنيك، لأنه ليس أكثر من رئيس ميليشيا، والرد فاتر جدا للنظام الجزائري وضعيف جدا. وعندما يتلقى ويدعي يزعم أنه تلقى اتصال من وزير ما يسمى بوزير الخارجية في طرابلس، الذي طرابلس هي اليوم أصلا تترى ما يحدث فيها بكل أسف، وحكومة السراج تترى، والصراعات داخل حكومة السراج التي جاءت أصلا على فرقاطة إيطالية بكل ألم. نحن اليوم المنطقة ضعيفة هزيلة تحكمها مجموعات، سواء ميليشيات مباشرة مثل حفتر أو ميليشيات غير مباشرة مثل ما يحدث في الجزائر الآن.